السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على الإجابة النموذجية لامتحان محافظة القاهرة لمادة الحاسب الآلي. يلا مع بعض. أول سؤال هو بيقول لي الخوارزمية الألجوريزم عبارة عن مجموعة من الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا لحل مشكلة معينة. طبعا صح. لفتح نافذة الكود كود ويندو من لوحة المفاتيح نضغط على F7. طبعا صح. المترجمات عبارة عن برامج تقوم بترجمة الأوامر والتعليمات التي يكتبها المبرمج من لغة المستوى العالي إلى لغة الآلة. طبعا تمام. إدراج أدوات التحكم تلقائيا على نافذة النموذج فورم يكون عند الإحداث 00. طبعا لحد الوقت صح. في منتصف النموذج طبعا غلط، لأن أنا أول ما بضرب تجي هنا في المكان ده كده عند الإحداث اللي اسمه 00، وبالتالي ديت غلط. صندوق أدوات التول بوكس يعرض به قائمة بمجلدات وملفات المشروعات. هنا بيقول لي صندوق ادوات، يبقى معنى كده ان التول بوكس ده موجود جواه ايه؟ موجود جواه ادوات. هنا بيقول لي لا، ده موجود جواه مشروعات اللي هي موجوده ضمن السوليوشن. طبعا غلط، ده السوليوشن اكسبلورر او مستعرض الحل، اما صندوق الادوات فيه ادوات فقط. اداه التحكم التي تستخدم في احتواء مجموعه من العناصر. طالما قال لي احتواء يبقى على طول اللي هي ايه؟ اداه الجروب بوكس مش الليست بوكس، يبقى دي غلط. الكومبو هي أداة التحكم التي تسمح للمستخدم باختيار عنصر واحد من مجموعة عناصر في أصغر مساحة. الكومبو طبعا اللي هي القائمة المسدلة، بضغط عليها بختار منها ايه؟ عنصر واحد، وبالتالي الإجابة هنا صح. اختبار صحة البرنامج يعني التأكد من خلو البرنامج من الأخطاء. طبعا صح. السؤال التاني، عند رسم خرائط تدفق نستخدم نقط أشكال قياسية ولا جميع الرموز ولا شكل هندسي؟ طبعا تعريف الخريطة بيقول لي هي عبارة عن أشكال، هي عبارة عن رسم تخطيطي بأشكال قياسية، يعني أشكال محددة، وبالتالي رقم ألف. طيب الخاصية المسؤولة عن شكل وحجم وتأثيرات خط. هنا قال لي خط، يبقى على طول الفونت. أما الباك كلر لون الخلفية، الفور كلر لون الأمامي. مجموعة الأوامر والتعليمات التي نرغب في تنفيذها يطلق عليها. طبعا الخصائص او البروبرتيز ديت عباره عن وصف اسمه، اللون والشكل وكلام من ده. الحدث فعل بيقع، وانت ما عندكش الا حدث واحد بس في المنهج اللي هو كليك او دبل كليك، وبالتالي هي ايه؟ الاجراءات او البروسيدور. نستطيع تغيير موضع الزر بوتون على نافذه النموذج، مكان عاوز اغير مكانه من مكان لمكان من خلال نقط ما عدا، ما عدا ايه؟ طبعا السحب والافلات، انت ممكن اللي هو ان انت تتحرك بالفاره الحاجه من مكان لمكان تاني فهتغير موضع، او اللوكيشن دي بتغير موضع، يبقى ما فيش معايا الا السايز. السايز اللي هي بيعمل فيه ايه؟ ارتفاع وعرض الاداه. بيئه التطوير المتكامله اي دي اي تطلق على ايه؟ فيجوال ستوديو ولا دوت نت فريم ورك اللي هو الجهاز العصبي ولا الفيجوال بيزك دوت نت؟ لا، بتطلق على مثال للفيجوال ستوديو. السؤال اللي بعده، عنصر التحكم الذي يمكن استخدامه على نافذة النموذج لاختيار نوع الطالب ذكر او انثى. هنا انت هتقدر تختار ايه؟ اختيار واحد واجباري، يعني لازم تختار يا ده. طيب الشيك بوكس اللي هي المربع الاختيار ده ممكن اختار اكتر من اختيار وممكن ما اختارش. التكست بوكس ديت اداة ادخال، يبقى ما فيش عندي الا الايه؟ الراديو بوتون اللي هي اداة الاختيار الفردي اللي هي بتبقى في الشكل الضيق. تتيح لغة الفيجوال بيزك دوت نت نافذة لكتابة الاوامر والتعليمات. ايه اللي انا هكتب من خلال الاوامر والتعليمات؟ نافذه النموذج؟ لا، ده دي النافذه اللي انا بوضع عليها الادوات، يبقى دي مش ينفع. نافذه الخصائص اسمها خصائص، يبقى انت هتحدد من الخصائص اللون والشكل وكام من ده، يبقى مفيش عندي الا نافذه الكود اللي انت هتكتب جواها كود البرمجه. تمام كده، حتى اسمها كود البرمجه يعني اوامر وتعليمات، يبقى نافذه الكود. اجراء يحتوي على كود يتم تنفيذه عندما يقع الحدث المرتبط به. اداه التحكم دي اداه، ممكن تكون ازرار بوتون اي تكست بوكس ليست كلام من ده، اداه تمام حسب استخدامها. طيب الخاصيه ديت اللي هي عباره عن وصف للكائن لسه جاي لنا في البتاع، يبقى ما عنديش الا الايفنت هاندلر او معالج الحدث. السؤال اللي بعده، هنا دي خريطه التدفق لعمليه القسمه، وبقول لي هنا انا عاوزك ان انت تاخد الالجوريزم او خطوات الحل من هنا وتحطها هنا وترسم الخريطه طبعا ايه في الكراسه بتاعتك. هنا ادي ستارت او البدايه، انبوت ان واحد، اقرا ان واحد. اكيد هنا بقول لك الان واحد دي العدد الاول وان اتنين دي العدد التاني، اكيد انت جريت العدد الاول هتجري اكيد العدد التاني، يبقى دي هتدخل هنا. هنا اتخاذ قرار او سؤال، وبالتالي انت هتشوف هنا السؤال هل المقسوم عليه، هل هنا طبعا لا يجوز القسم على صفر، وبالتالي المقسوم عليه اللي هو اتنين العدد التاني، هل ان 2 بيساوي 0؟ يبقى دي هيحطه هنا في السؤال.
اذا كان طبعا هيقول لي غير معرف يس. طب لو نو هقول له طب الار هتبقى الان واحد العدد الاول على الان على العدد الثاني. طيب بعد كده انت عاوز تعمل ايه؟ عاوز اطبع، وبالتالي عاوز اطلع النتيجه اللي هو ناتج القسمه اللي هو جاي لي عليه ار. يبقى الار او ناتج القسمه هينحط هنا. خلصنا المساله، مش عارف في شغل الحقيقه، اند هتنحط في النهايه. بالتوفيق والنجاح للجميع. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب والاشتراك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس. ما تنساش ان موجود على القناه شرح للمنهج بالكامل الترم الاول والترم الثاني، وموجود حلول امتحانات المحافظات السابقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.